ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا وجهك كتير تعبان. ايه مزبوط، تعبان كتير ولسه ما بعرف كيف بدي سوق كل هالمسافة لحتى اجيب زينة. هلا منطمن عنا ومنجيبها، بس اهم شي نسافر على السريع حتى نخلص من هالكابوس. انت بدك تسافري معنا رفقة الطريق ولا مسافرة معنا لحتى تضلي على طول؟ أهم شي نطمن على البنت بعدين بنحكي بقصتنا أنا وياك. معك حق. طيب يلا قومي لبسي حبيبي. يلا قبل ما ألبس ضروري أقول لك شي. شو؟ قبل ما تخبرك تينا من ورا ظهري وتزعل مني وتفهم الموضوع غلط، بس أنا ما عم بحكي مع تينا، ما في تواصل بيناتنا. أنا اليوم زرت تينا بالشغل وزرت وسام كمان، كرمال قصتهم مش كرمال قصتنا. وسام قال لي إذا برجع لك لا أنا أخته ولا بيعرفني. اللي اكتشفته إنه تينا بحياتها ما حبت وسام، ومنيح اللي اكتشف هيدا الشيء هلأ قبل ما يتعلق فيها أكتر أو يتجوزها. أنا هلأ ضميري مرتاح،
أنا بعرف إنه هلأ زعلان مني، بس أكيد شي يوم رح يشكرني لأنه عرفها حقيقتها عبكير. معك حق، المهم تكوني مرتاحة. أنا ما بدي أكون سبب بعذابك أكثر من هيك. وزيارتي إلها خلتني أكتشف شي تاني كمان بخصنا إلنا. تينا ما بتحرز إني أخسرك، أخسر حبنا، كل شي بنيناه سوا. أنت مرة قلت لي أنا نزوة، أنا حسيت أنها مش أكتر من نزوة. حابة أعطي علاقتنا فرصة جديدة. يعني أنت راجعة معنا مو رفقة طريق، راجعة على حياتنا على طول. إيه بدي نعطي لحالنا فرصة جديدة، مستقبل جديد، فرصة واحدة بس. يا حبيبتي انت، أنا ما فيني استغني عنك أبدا. أنا لي يونس، أنا بكون وقت إذا بعد بحكي معها كلمة. يا حبيبي هيدي أختك، هي ما بدها تأذيك. نسيت وخلصت، خربت لي حياتي هي واللي تسميه خطيبة، خربتني وخربت فادي كمان. وينه فادي؟ مش بسببها شحطناه من البيت؟ فادي اللي منضل وراه كل النهار تما يأذي حاله؟ مش بسببها شحطناه ما بنعرف وينه؟ ما بنعرف إذا منيح أو لا؟ وأنا اختربت حياتي وتركت البنت اللي بحبها بسببها؟ هيدي البنت يا ابني أصلاً ما كان لازم تحبها، كان لازم تتركها. معك حق، أنا كان لازم أتركها، بس مش هي تعمل فيي هيك، تهيني وتهين كرامتي وتخوني وأنا مثل حمار ما معي خبر شي. طب انسوه أنه أنا مجروح ومكسور خاطري. هي كيف تقبل ترجع للرجال عمل فيها هيك؟ كيف؟ بنات الحرام كتار يا ابني، بيدول بولو راسه للرجال. يمكن أختك اعتبرت أنه القصة ما بتستاهل. بالنسبة لإلها هي ما بتستاهل، بس بالنسبة لإلي أنا بتستاهل ونص. أنا هيدا قراري وعم بلغكم إياه، إذا جانا بترجع لهيدا الرجال أنا ما بقى عند أخت. وسام يا حبيبي هيدي أختك وإنتو أختك ما إلكن غير بعض. أختي أكتر إنسان إزاني بهالدنيا. يا حبيبي هي شو خاصة؟ هو الواطي. هي ما خاصة، مشان هيك أنا ما لمتها بالأول، بس إذا بترجع له رح لومها ومش رح سمحها بحياتي. Thank you.
محلق لي كده ليه يا ابن انت؟ اللي يشوفك كده هيقول فجأة هتنط عليا وتقتلني. أنا ما بعرف أقتل حدا، أنا بس بعرف أقتل حالي. حتى دي مش هتعرف تعملها عشان أنت فاشل يا أبو سمكة. منيح اللي فاشل وما زبطت معه، وإلا ما كنت اتعرفت عليه. لو النبي يا أختي اتعرفت على أملة. تعالي صبي لي القهوة. لا خليك الزوزو أنا بصبها. تعالي صبي لي القهوة يا زوزو. معلش ما بدي شيء أنا بصبها ما بدي شيء. بقول لك هي لا صبي لي القهوة. اوعى تجرفت بيت إيدك علي، أنا مانيش أنا ولا زوزو فاهم، لا أدافع عن حالي. بتتحداني يا كلب؟ هي أكيد عم تحداك. أنت مش تكلفني اللي يتم الرصاصة اللي هتخش في قلبك دلوقتي، أنت فاهم؟ لا دخيل إشريك لا لا. أوس أوس إذا كنت رجال أوس. هيك بتريحني من جريمة وبروح عند ربي مصدوم الظالم. أوس خلص فادي خلص، بترجيك اتركوا نبيل اتركوا. أوس إذا كنت رجال أوس. للأسف محتاجك عشان العملية. اجيب هدومنا من البيت، واول ما تخلص العمليه دي هاخد بيت جديد واسيبها لكم خالص. مش بقى يا نحنوح. حبينا دكتورة دكتورة دكتورة، معروفة ومشهورة معروفة ومشهورة، حكيها بالحب جاوبني بالطب، حكيها بالحب جاوبني بالطب، خليها يا عمي يا عمي خليها مستورة. حبينا دكتورة 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 معروفة حضرتك جديدة هون؟ يعني شوي. ولا ما كنت شوفك قبل؟ ايه ان شاء الله تشوفيني على طول. يا اهلا وسهلا مدام. سوري مدام انا معي غرض واحد، فيك تمرقيني؟ حبيبتي هون في قوانين، بدك توقفي بالدور. ما في واسطة ما في شيء؟ لا ما في واسطة، يلا يلا بالدور. ايه مش غلط. أهلين يا زلمة كيفك؟ أنا منيح منيح. المهم أنت شو صار معك؟ أنا على الأغلب رح أرجع بكرة، خلصت أموري هون، رح أرجع كرمالك، بننزل أنا وياك على الشام بنشوف أمك وأبوك، بعدين بنطلع على بيروت وبنظبط الوضع مثل ما اتفقنا أنا وياك، وبس يصح لي رجع لهون برجع وبلملم كل أغراضي الباقية. يعني شو بدي أعمل؟ أخي أنا عم دق لك لأقول لك إنه ما بقى رح أقدر أشوفك بالوقت القريب. ليش؟ شو صار؟ أنا مسافر اليوم بالليل. مسافر؟ لوين مسافر يا زلمة؟ لوين مسافر؟ روق روق، حاجة تصرخ.
بعدين الموضوع ما بيستاهل يعني. أنا سألت عن الموضوع كله آمن وما في شيء بيخوف. يزن أنا جاي هلا رح أقطع وجهي لعندك فورا، اوعى تتحرك من مطرحك، عم تفهم؟ انسى أخي انسى، ما رح تلحق تشوفني. أنا بعد ساعتين طالع من الأوتيل، رح أحط لك المفتاح بالريسبشن. يا أخي استناني. استناني لبكرة على الأقل، عم بقول لك، لبكرة بس. ما عاد فيني استنى أخي. إذا صار ما صار، بدي إياك تدير بالك على بي وأمي وتحطهم بعيونك. يزن ولا حرف. ما بدي اسمع منك هذا الحكي بنوب. بعدين انت وعدتني، ما بصير تعمل معي هيك. بدي اقول لك انه بحبك كثير اخي، وطموحك ونجاحك بلندن هن اللي خلوني افكر بالهجره من انا وصغير لهلا، والحمد لله هي رح احقق حلمي وإن شاء الله كل شيء يكون تمام. وبغض النظر إذا وصلت أو ما وصلت، على القليلة بكون جربت. إذا بيصير لك شيء أنا بجن، والله العظيم بجن. أنا شو بدي يصير لي أكثر من هيك أخي؟ ما أنا بأسوأ حالاتي، بشرفك في أضرب من هيك؟ على كل حال أنا وين بصير وبقدر أحكيك رح دق لك تليفون فورا. إلى اللقاء يا أخي العزيز. يزن يزن قلبها لأمك، حبيبتها لأمك أنت، تقبريني يا أمي، يا عمري، يا عيوني أنت، تقبريني. فؤاد، فؤاد دخيلك، طمني، طمني شو قال لك الحكي؟ الحمد لله خير، ارتجاج صغير براسها وشوية ردود بجسمها وبإيدها، بعد يومين بتطلع. كتر خيرك يا رب. ليك وشو طلع بالفحوصات هديك التانيين؟ ما صار شيء، ما حدا مقرب عليها. شفت؟ قلت لك هيدي بنتي وانا بعرف شو مربيه. ايه ايه خلي عمومي تيجي تشوفوها بدهم اياها. كتر خيرك يا ربي، كتر خيرك، كتر خيرك، كتر خيرك على النعمه. الحمد لله. تقبريني يا امي. بشوم عليك جايني دور. روح من وشي، روح من وشي. امي لا تمد ايدك. كل شيء تمام ساميه؟ كله تمام. ايه ضبي لي هالولاد شوي. ايه ما ماشي على هالشغله. هيك يمكن اجى اياد. وصلوا عمي. ساميه زينه، تعال عامر، تعال 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 وصلوا. تعال تعال غرام، شوفي 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 عمك اياد. لك أهلين وسهلين. حمد لله السلامة. يلا سمي على أبو فيلينو. هاي هاي دادي. هاي لا هذا داديها مو داديكي. يا أهلا وسهلا. روحي لعند أبو فيلينو. تقبل لك حبيبة قلبي أنت، حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، اشتقت لك. أنا كمان اشتقت لك. أنت منيحة؟ أي كثير منيحة. داد كل يوم رحنا جنة بهالمحل مو؟ مبروك يا جماعة، صرنا شرعيين، ورقنا صارت قانونية، هلأ صار فينا نعيش بين الناس مثل الناس. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله. أهلين وسهلين.
هلا صار فينا نستقبلكم حسب الاصول ونقوم بالواجب. هي الحلويات كلها انا عملتها. شو اياد؟ ما اشتقت للحلو يلي من ايد عمتك شريفه؟ شكلهم بشاهي كثير، انا بذوق. ايه اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. تعا اياد انا بصدق انك بهالسهولة ممكن تقدر تقتل حالك، ما بتخاف؟ ما بتخاف انك تزعل الناس تتركهم وراك وهن بيحبوك؟ ما بتخاف؟ خلص سوزو خلص، ما بدي احكي بالموضوع. بلا بدك تحكي بهذا الموضوع وبدك تجاوبني على هذا السؤال وهلا. ما بدي ما بدي ما بدي. فادي انت شب طيب وحنون، ليه بدك تعمل بحالك هيك؟ ليه؟ كيف بتخلي واحد مثل نبيل مجرم يحط الفرد براسك ويقتلك؟ ما بتخاف؟ ليه مستغني عنها؟ خلص زوزو خلص اسكتي اسكتي. فادي 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 يلي شايفة قبالك كمان عندها مشاكل. أنا عشت بميتة كل يوم آكل قتلي، كل يوم يعتدوا علي. هربت، شردت، عملت اللي ما بينعمل. جبال ما حملت يلي أنا حملته. ما هيدا وكله ولا مرة فكرت إني انتحر. بالعكس متعلقة بالحياة أكتر وأكتر. فادي فادي بيلبق لك شكل الماس. اه يا عيني اخدوك يا حبيب قلبي يا ولولي. برافو برافو عليكم. اخدوك يا حبيب قلبي يا ولولي. ايه برافو عليكم. يا سلام. تعي تعي لقلبي تعي. ولك دخيله اللي بيرقص شرقي. ايه هلا علموني كيف نرقص شرقي. يا جماعة وين مجد؟ نحن صار لازم نمشي، بدنا نطمن على زهرة. مجد ما راح يجي. راح على الخربة اللي كان يلتقي فيها وزهرة. قال ما بده يعيش معنا. نحن بالنسبة له مجرمين. خطفنا بنتك وبدنا منك مصاري. عنيد هالولد. غريب لمين طالع؟ طالع لعمه. خدني لعنده بدي شوفه. قوم. هادي بابا. يلا ما بطول. ما في منه. عطول بدك تبقي تمر إلا عندي على الميني ماركت. كان قصاد فيك كتير 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 اليوم. بابا؟ بك شي؟ في شي؟ ايه بعرف شو عم بتفكروا. كنت أنا أجي على البيت كلني حيوية. لقي معها هيك منهارة وشربانة وأختي منوي. الدنيا دولاب أكيد ما بيك شي. شو بده يكون بيه؟ تركته صاحبته وراحت عند ابنها ونهيت علاقتها فيه. ما تخاف عليه، بكرة بينبش على وحدة تانية وبينساها. تفوت حضر هالعشاء أحسن شي. الو هاي وسام. انا مش عم بحكيكي لا لعاتبك ولا لبهدلك. بيكون احسن.
عم بحكيك لأنه بحاجة أقول كم كلمة لحدا وما بقى في حدا غيرك أحكي له. خنقت مع أهلي ومع أختي ومع أصحابي كمان. خبرتهم شي عن اللي صار معي. بصراحة مستحي. قول وسام، قول شو بدك. دينا، أنا إنسان صادق، حبيتك بصدق، كنت عن جد بدي أرتبط فيك ونتجوز. لما تعرفت عليك ما عاد ظهرت مع ولا بنت. أصلاً ولا بنت عادت تعنيني. بعرف وكثير بقدر يلي عملته معي، بس المشكلة إنه ما قدرت أعمل نفس الشيء معك. ما قدرت أرتبط فيك وما قدرت بنفس الوقت ما أنغرم بغيرك. بس وسام، بأكد لك إني كنت إنسان كثير صادقة معك، ما كذبت عليك. مشان هيك ما عملت شيء غصب عني، ومشان هيك مشان هيك صار اللي صار. يعني أنت ما بقى تحبيني، ما هيك؟ بحب الإنسان اللي جواتك، بحب الصديق يلي واقف حتى بأصعب المواقف. بس لا، أنا مغرومة فيك. طيب، ميرسي إنك سمعتيني. ساعة اللي بدك بتدق لي وبتلاقيني. أوكي؟ الحقيقة كنت خايف إنك تزت لك شي كلمة هيك ولا هيك. ما كنت متخيلك كتوم لهالدرجة. لا بالزعرانات بعجبك. بس نصيحة أخ لأخوك، لا تعلق بين تنتين نسوان، بين خرب بيتك، صدقني. شايف هداك باب الخشب؟ في وراه بتلاقي مجد قاعد تحت شجرة ومشعل النار، جو رومانسي، فنان. طيب يلا. لا دخيلك، روح كي معه أنت، أنا إذا بشوفني بيتنكرز، سابك على البيت. ماشي. تينا، زينة صارت معي. هلا بعد شوي رح انزل انا وجنى وزينة ونروح على الاوتيل، بعدين بدي امرق واخذك وشوفك لحالنا قبل ما اسافر. بس لا توصل لهون بيكون صار الوقت كتير مأخر. حتى لو وش الصبح بدي اشوفك، ما فيني اسافر بدون ما اشوفك. مشتاق لك كتير تينا، رح موت عليكي انا. مجنون. ايه وشو بعمل فيهم بالبيت؟ اكيد بيكونوا ناموا. بعمل لك ميست كول بتنزلي لعندي. اوكي. طيب وين منروح؟ ما بيهمني وين ما كان، وين ما كان بدي شوفك. المهم شوفك، المهم شوفك ونكون لحالنا. ايه تظريني، بحبك كتير انا. باي. تقبرني امي، اشتقت لك كتير يا عمري. انت وينك حبيبي؟ تحت. يلا امي طلع على البيت. لا لا، روق يا امي، روق يا حبيبي، روق. طلع على البيت. طب خلص خلص خلص، نازلي نازلي لعندك. انا تقبرني، تقبرني يا امي، تقبرني يا حبيبي. انت يا حبيبي، يا تقبر امك انت، يا تقبر امك. امي انا جاي لك كلمتين وامشي. يلا امي ماشي، بنطلع لفوق هون برد. امي انا ما بدي اطلع لفوق، بحكيكي هون يا بحمل حلي وبفل. طب خلص خلص، روق روق يا قلبي. قلي شو بدك تقول. امي بدي اياكي تعرفي انه كل شيء عطل عملته بحق حالي وبحقكم ما كان بارادتي، غصب عني. تقبرني يا امي، انا بحياتي ما زعلت منك ولا عصبت عليك. انا بس كنت عيط اوقات لانه كنت خاف عليك ما تاذي حالك. انا ما بدي زعلك بقى امي، ولا بدي زعل بي، بس عندي ضربه وحده بدي اعملها بحياتي، يا بقتلها يا بتقتلني. فادي امي، يا تقبرني ما تخوفني. اللي وين عايش؟ شو عم تاكل؟
شو بدك تعمل؟ بعدين بتعرفي مش أنا جاي إليك خلي جانا تنتبه على حالها، لأنه نبيل واحد مجرم حاططها براسه بدي رجعها بالقوة، خليها تنتبه على حالها. بس يا ابني، بس يا ابني جانا مسافرة بهاليومين، رح ترجع على شغلها على لندن. بس قولي لها هيك عن لساني، قولي لها خيك بيقول لك انتبهي على حالك يا اختي، نبيل واحد مجرم. انا بعرف قديش اختي تعذبت مع واحد مجرم مثل هيدا. فادي فادي حبيبي، تقبرني امي، تقبرني، ارجع على البيت، وحياتي انا ارجع على البيت. ارجع يا حبيبي. امي ما بقى في ارجع على البيت، أبي أخذ مصروفي من أختي ومن خيي، أبي اسمع حكي من بيي، بيي بيطلع عيط علي، سمعني حكي مش مني. يا قلبي أنت، يا قلبي ارجع، وبنفتش لك على شغل كلنا سوا لإلك، بس ارجع. خليني جرب برا، بركي زبطت معي. مين أنا بحبك. أكتر إنسان حبتني شو ليش قاعد لحالك هون؟ شو؟ دفعت الفدية لحتى رجعوا لك بنتك المخطوفة؟ سألتك ليش قاعد لحالك هون؟ ما بعرف، ماني طايق شوفهم، وخجلان اطلع بوشك عمي. وأنا كمان ما بعرف ليش فجأة ما بقدر تحط عيني بعين واحد منكم. زينة ما بدها تروح من هون، كثير مبسوطة، ما بتتخيل الاستقبال اللي استقبلني اياه. وشو تغير فجأة؟ تغير انه وضعهم صار احسن، صار عندهم اقامات وضمان صحي، والولاد رح يروحوا على المدارس. محمود قال لهم صار فيكم تعيشوا بين الناس مثل الناس. ما بتتخيل وش ابوك وجدك كيف كانوا مبسوطين. واضح اني خسرت كثير تفاصيل بسبب الحقد اللي كنت معيشه جواتي كل هالسنين. مجد انا بدي اعتذر منك. أنا لما تركت البلد ومشيت أنت لسه كنت خلقان جديد، وأنا ما سألت عنك، وأنت مالك ذنب بكل شي صار. عمي أنت اللي مالك ذنب بشي، على أقل الحرب اللي صارت بسوريا دمرتنا وهجرتنا وخلتنا نسافر وما خلتنا نعرف نعيش مثل العالم والناس. يمكن مالي ذنب، بس أنا كنت بقدر ساعد ورافض إني ساعد. أنا السبب إني خليتهم يخطفوا لي بنتي، أنا خليتهم يعملوا هيك. بس الحقيقة إنه زينة ما كانت مخطوفة، زينة كانت بين أهلها
أول مرة أشوفها ببيروت مبسوطة هالقد. تخيل قدروا يساعدوها أكتر مني. عمي، عرفت إنه زهرة كانت ماتت؟ إيه عرفت، سمعت بكل القصة. مجد، أنا صار لازم أرجع للندن، بس أنا تركت لك مصاري مع أبوك. أنت تصرف، شوف شو لازم تعمل وعمل. أنا متأكد إنك رح تكون شيء مهم بالحياة. شو بك تينا؟ في شي مضايقك؟ أنا؟ لا لا أبداً، بالعكس، حتى أني مبسوطة لأنه بكرة جانا وإياد رايحين على لندن، والحمد لله أنه القصة خلصت على سلامة. جانا رجعت له؟ معقول؟ إيه معقول. أوقات كتير المرة الصادقة واللي بتحب صدق بتتنازل وبتدعس على كرامتها بس لتعطي فرصة تانية لحبها وللرجال اللي بتحبه. أوقات كتيرة هالفرصة بتكون بمطرحها، أوقات بتكون مثل قلتها وتصير هالفرص تتشلقح واحدة ورا التانية، هالسنين تمرق واحدة ورا التانية وهالعمر يركض. الحمارة بتضل حمارة، عم تعطي فرصة ورا فرصة. إذا الرجال ما طلب الفرصة والمرأة سمحت لحالها بتكون هي المذنبة. مظبوط، مشان هيك عم بقول عنا حمارة. صايرة عم تزيديها مها. بالعكس، عم كون قوية مثل ما انت طلبت مني اني كون من سنين. معال، مبروك لكين. الله يبارك فيك. ماشي. واو، قوية كتير هيدا. بعد ما شاف شي مسيون نديم. خليني أعمل لك لقمة على ذوقي. لبنة بليز. لبنة؟ يعني على ذوقك. قوية ما. صاحب البيت طردني من الشقة. ليه؟ عشان البوليس قسأل عليا وأنا مش موجود. رمي لي شوية حاجات من جوه رميها لي برا. بس كده كده مش محتاج الحاجات اللي جوه، يعني هجيب حاجات جديدة. ما فين فادي؟ راح. هو كان هون وكنت عم بحكي أنا وياه بقصة القتل والانتحار، عصب مني وفل. وإزاي تسيبه يمشي؟ أي ها؟ أي مش عارفة إن عارف عني كل حاجة؟ أي أي لو راح غلق عني بوليس هتعملي في إيه دلوقتي؟ عارفة إن روحي في داهية؟ أي 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 بموتك وخلاص مالك دلوقتي؟ ها؟ كل ورصة أي حاجة تبدي يزدحي وأنت هون؟ أي 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 معايا يا مزوي بعدين بس تبرزل على زوزو على اختي تبرزل علي تبرزل علي نشوف تتحمي في ابو قلوسه كبرت وبقيت راجل كبرت وبقيت راجل سيد رجاله كمان بس مش وقت اللعب العيال اللي احنا بنعمله دلوقتي ده عندنا عملية لازم نعملها واحنا الاتنين تمام مش قاعدين نضرب في بعض وهالكنين تخلص العملية من هنا وكل واحد فينا يروح لحاله فاهم؟ فاهم؟ حنين يا فادي ابو سمكه اجري يا اخويا اجري تيتا تايم انا على لندن ما بقدر يا حبيبتي ما بقدر انا نادره اذا خلصت الحرب بسوريا ارجع امشي
بقى يا حبيبتي انت لا تنسينا. ايه الله معك يا حبيبتي، الله معك يا زينة. يلا بابا يلا لا تنسانا. اكيد عمتي اكيد. يلا صباح على خير، تبقوا على حالكم. مع السلامه. مع السلامه محمود. ايه اوعك تعمل اجهاض. لا ما رح اسوي اجهاض، هذا الحكي بس لما ما كان معي مصاري، هلا صار معي مصاري. تبع لحالك. ماشي. ليك ليك. ايه. نسكر هالحكي منيح. الحل الوحيد اللي قدامك هو الزواج مشان تنقذ حالك من هذا الضياع. خلص فهمت، لف هلا مو وقتها. ماشي. سلام. الله معكم. لا تخافي عمو، لا تخافي، رح نتسلى وننبسط كتير. رح نغني مع بعض هلا. عندك بحرية يا ريس، سمر وشرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصلني حبيبي يا ريس. عندك بحرية يا ريس، سمر وشرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصلني حبيبي يا ريس. عندك بحرية السمر وشرقية، والبحر كويس يا ريس، وصلني حبيبي يا ريس. محلي وجوه قلبي انت،
تستحي يرجع ويشوف عيونك. يا ريتني يا ريتني كنت بوقتها اختفي. صعب كمل حياتي. آه يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي، شو صعب انسى حبيبي والأصعب كمل.